السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وحتى يرضى وإذا رجع ما بعد الرضا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم، أما ثم بعد، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم باللغة العربية مع ملخص للخطوات الثلاثة بتاعة التنفس الخلوي والطاقة الناتجة عنها. مع حضراتكم علاء السعيد، أستاذ دكتور علم الطحالب بجامعة اسكندرية ومعار حاليا إلى جامعة القصيم، ونبدأ على بركة الله. أولا، احنا خدنا في فيديو سابق قلنا أن الكائنات الحية سواء إنسان حيوان نبات إلى آخره بيحصل على المواد الغذائية بتاعته بطرق مختلفة، وده ليه فيديو مستقل. في النهاية أو في المحصلة، إن كل خلية من خلايا الكائن الحي بيكون دخل فيها خلاص موجود في سكريات أو جلوكوز، هيعمل بيه إيه؟ أول خطوة بتحصل في سيتوبلازم بما يعرف بالتحلل السكري. التحلل السكري هو تحول الجلوكوز إلى بيروفيك. الجلوكوز ده عبارة عن سكر ثلاثي زي ما هنشوف في فيديو قادم إن شاء الله بالتفصيل، وبيتحول إلى بيروفات، ده عبارة عن مركب ثلاثي خلاص، وبينتج عن هذه العملية طاقة 2 ATP، وبينتج عنها ايضا طاقة بس مجمدة عايزة تتفك، يعني فاللي هي الناد اتش، بس بتتفك فين؟ لازم تروح الناد اتش دي في جوه الميتوكوندريا، سواء في الجدار او في مكان معين هنعرفه حالا ان شاء الله في فيديو قادم، في سلسلة نقل الالكترونات اللي هي بتحول الناد اتش الى اي تي بي، مع علما ان كل ناد اتش واحد بيساوي 3 اي تي بي. طيب، هنا هيبقى عندي معضلة ان البيروفات اللي حصل من التحلل السكري هنا ما يقدرش يخش جوه الميتوكوندري، وهو لازم يخش جوه عشان يتكسر، فلازم يحصل خطوه تمهيديه اللي هي ايه؟ تحول البيروفات الى اسيتايل كو اي، هو ده اللي يقدر يخش، ده بيكون بيصاحبه خروج ناد اتش برضه، وده محتاج انه يروح في سلسله نقل الالكترونات جوه الميتوكوندريا وفي داخل الميتوكوندريا عشان يتحول الى اي تي بي. ثم يبدا الاسيتايل كو اي ان هو يخش في دوره كريبس عشان يتكسر كلية، ويتحول هذا الامر الى خروج طاقه 2 اي تي بي من دوره كريبس بالاضافه الى طاقه اخرى اللي هي 6 ناد اتش 2 فاد اتش 2. طب الناد اتش عرفنا ان هي كل واحده ب 3 والفاد اتش 2 الواحده منهم ب 2 اي تي بي، يبقى ده كله هيروح لسلسلة نقل الالكترونات عشان يبتدي يتنقل الالكترونات، وهنعرف نروح فين بعد كده. المهم ان بيحصل من هذا الامر انها بتنزل من مستوى طاقه عالي الى مستوى طاقه اقل عشان تتحول لي الى 34 اي تي بي تقريبا، واحيانا بيقال ان هي 32، المهم مش هنختلف كتير، المهم بيحصل عندي الطاقه، فبيبقى عندي 34 وادي 2 و2، يبقى التوتال او المحصله 38 لكل جزيء واحد من الجلوكوز. يبقى الجلوكوز الواحد بيتحول الى 38 اي تي بي، مع تفصيل كل هذه الخطوات في الفيديوهات القادمه باذن الله. يبقى اذا التنفس الخلوي اللي بيحصل جوه الخليه جزء منه بيحصل في السيتوبلازم اللي هو التحلل السكري والخطوه التمهيديه، ثم بيكون الناتج لهذا بيخش في دوره كريبس ثم سلسله نقل الالكترونات. الثلاث خطوات هم التحلل السكري ودوره كريبس وسلسله نقل الالكترونات. ان كنت وفقت فمن الله، وان كنت اخطات او نسيت فمن نفسي. ان شاء الله هم علمنا ما ينفعنا وعلمنا بما ينفعنا. ان شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمه من فيديوهات تبسيط العلوم. اترككم في رعايه الله وامان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.